لما انا اموت ما ينفعش تسيبوا بعض، لازم تفضلوا متجمعين، لان الاتحاد قوه. يعني انتوا لما تبقوا متجمعين هتبقوا زي ايه، حاجه واحده، بتبقوا قوه واحده. يعني هتعود اصلا بعد عبد الرحمن، هتعود اصلا. بصوا انا هشرح لكم الكلام ده بشكل يعني ايه. بص يا عبد الرحمن، اكسر العود ده لوحده كده، بص شفتوا اتكسر، عشان هو ده ايه، فهمتوا؟ لا. طيب هتعودين كده يا عبد الرحمن، خد هتعودين كده هو مع بعض. هذا عبد الرحمن اهو، بص يا عبد الرحمن، يلا اكسر العودين مع بعض يا عبد الرحمن. ها شفتوا فهمتوا؟ لا ما فهمتوش. هات اللبشه دي كلها يا عبد الرحمن، ها هات يا عبد الرحمن، بصوا ده كده هو اللبشه كلها. شوف بقى عبد الرحمن هيعمل ايه في اللبشه كلها. اضرب عبد الرحمن، ها فهمتوا؟ لا. عموما طول ما الدور ده معاكم انا مش قلقان عليكم.